اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية. جايبة لكم اليوم الطريقة اللي أنا عمرت بها التمر في العرادة ديالي أو للضيوف ديالي. أنا وريتكم الحشوة اللي درت في هذه الطاسة هذه إلى تذكروا في الفيديو ديال العرادة، ولكن للأسف ما صورت الطريقة بحالاش عمرت التمر، لأني كنت زربانة وكتعرفوا الواحد زربان، وكنت كاينه غير انا وبنتي، يعني ما معنا حتى واحد اخر يساعدنا، والشغل كان بزاف بزاف علينا، وكما شفتوا كان الوقت مضغوط والوقت قصير. يعني تقضيت بالنهار خملنا الدار، بالليل قديت اللي بغيت قد، ومع الصباح صبحنا يعني كنديروا الشغل ديالنا، وكان الضياف جايين. المهم حبيبتي، هذا التمر هذا هو اللي عمرت، هذا التمر الامارات، شريته من مرجان بتقريبا 34 درهم الباكيه، ما عرفتش فيها نص كيلو او فيها كيلو، والله ما عقلت بصراحه، ولكن ما نظنش على انه فيها كيلو، اني شريت جوج باكي من هذا. ودرت له هاد الحشوه هذه ديال الليمون او الحامض، هذا فاش كنكون صوب العصير ديال الحامض، هاد القشره اللي كتبقى ليا كنخبعها، وهي اصلا فيها السكر كنخبعها وكنديرها في الكونجيلاتور، كننسن بها الكيكات ديالي، كننسن بها العصاير ديالي، وكنديرها في الحشوات ديال التمر. هذا اللوز عندي دائما كنطحنه مع شويه السكر، وكنديرو في المجمد كيكون عندي دائما موجود. المهم هنا درت 4 الملاعق ديال العسل، غادي نضيف عليهم تقريبا 4 ملاعق حتى الخمسة ديال اللوز، وغادي نضيف عليهم 3 حتى 4 ملاعق من هذا، من هاد الحشوه ديال الليمون. غادي نخلطهم مزيان، كنحيد العلفه التمر ديالي، كنشقو. المهم غادي نوريكم الطريقه. وزينتو بهاد نسلي هذا كراميل، هذا مركز محلى كراميل، هذا هو اللي زينتو به، شديت واحد شويه درتو في واحد الساشي ديال البلاستيك، ودرنا عليه جوج خطوطه بحال 4 الخطوطه، جوج خطوطه على كل صف. التمر هذا فاش شفتو في داك الطبق، الطبقه السفليه كان الجواجه اللي الفوق هي اللي كانت معمره، التحت ما كانتش معمرتو، التمر اللي تحت ما كانش معمر، كنت حاطه هذا التمر لتحت، والطبقه الفوقانيه هي اللي معمره، لاني عارفه الضياف غادي يهزو غير تمره او جوج، والباقي غادي يبقى هكاك، ولا بقى معمر ما كيصبرش مده طويله. لهذا انا ما عمرت التمر كامل، لاني انا كنفكر باش ما نضيع حتى شي حاجه، ودرتو هذا كنت درتو في كونجيلاتور، دابا راه خرجتو من الكونجيلاتور باش نقادو لكم، باش تشوفوا كل حاجه بالتفصيل. نتمنى غادي نوريكم دابا الطريقه، خليكم معايا. هاني حبيباتي، درت القشور الحامض او الليمون اللي كانوا ديال مركز الليمون، كانوا في الثلاجه، كانوا في المجمد، واللوز مع العسل، غادي نخلطهم دابا. وهاني نقيت التمر، كنشدو التمره كنفتحوها بالموس، كنحيدو العظم اللي فيها، وكنحطوه فاش كنكملو كامل التمر ديالنا، ديك الساعه كنخلطوا هاد الخلطه، وغادي نعمرو، غادي نوريكم الطريقه. حبيباتي، هو التمر ديالي فاش عمرته، هاني ستفتو. طبعا كما قلت لكم، حنا ما جايينش هنا باش نديرو التبذير، جايين باش نديرو التدبير. التحت عمرته بالتمر العادي اللي ماشي معمر، والفوق عمرته بكميه اللي نقدو نستعملو ناكلوها، يعني لانه الا حشينا كامل التمر ما غاديش ناكلو في يومين ثلاثه، وطبعا التمر هذا يومين ثلاثه خاصو يتكال. حبيباتي، هو شتو الطبق كيفاش، هذا دابا غادي نزينوه بالكراميل ونوريكم.
هاو درت الكراميل في هاد البلاستيكه هادي، درت ثقبتها واحد التقيبه ساهل هكا. كنجي كندير صف اخر، هاد الكراميل كيتجمد عليه، تقدري تزوقيه على اشكال. غير انا كنت زربانه داك النهار ودرت هاد الطريقه هادي، ونديرو زيكزاك. وتقدري ديري عليه الكوك على دوك ملي تعمريه، تفندي في اللوز مهرماش، تفندي في الكاوكاو، في الجنجلان محمر. هاو حبيبتي كيفاش هاكا بالكراميل كديروا عليه خط، بغيتو ديروا زيكزاك. يعني شي حاجه بسيطه، غير شي حاجه جات. داك النهار كنت البلاستيك رققت التقبه كانت صغيره، اليوم كبرتها الظهر كبرتها شويه لانه جاني غلاظ. هادو كيما كتشوفوا جوني شويه غلاظ. هذا هو طبق التمر المعمر، نتمنى يعجبكم، نتمنى تجربوه بالحامض، بقشره الحامض رائع، وقشره الليمون جا رائع، طعم رائع جدا جدا. يعني حبيباتي ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاهل ديالكم، واني بكم نحبكم كاملين.